منذ أكثر من عامين لم أرى طفلي، وبفضل هذه المنظمة تم لم شملنا، وهذه لحظة سعيدة للغاية. قدمت قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الحدود الحكومية في بيلاروسيا، فضلاً عن الممثلين القانونيين للأطفال وممثلي الوكالات المتخصصة، مساعدة جادة في عملية لم الشمل. لقد ساعدوني في الانتقال من أوكرانيا إلى موسكو، وأحضروه إلى هنا وجمعونا مرة أخرى. الإقامة والطعام، كل شيء تم الاعتناء به، ونحن ممتنون للغاية.